مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله، هل الشخص اللي كان موجود في سبايدر مان نو هوم هل دير ديفل ولا مش دير ديفل؟ السؤال ده انا هجاوب عليه في الفيديو بتاع النظريات اللي جاي ان شاء الله بتاع سبايدر مان نو هوم، عشان الفيديو اللي جاي هيبقى نظريات وتوقعات ويعتبر فيه تسريبات كتير فيه، بس ممكن تعتبره فيديو النهارده كسناك او كتسخين للفيديو الكبير. المهم ان الممثل اللي كان عامل شخصيه دير ديفل اللي هو شارلي كوك كان لسه في مقابله من قريب وقعد بيقول وبيحلف ان هو فعلا مش هو دير ديفل اللي ظهر في الاعلان. A Daredevil question. You know, we've talked Daredevil plenty and plenty before, but the Spider-Man trailer came out. And there's a scene some people think may include the forearms of Charlie Cox. I have a picture of it right here. So Charlie Cox with the world as your witness. Are those your forearms? I mean, I've seen forensic scientists trying to break it down. So I can promise you those are not my forearms. There you have it. Those forearms do not belong to Charlie Cox. Mighty fine forearms he has, but those mighty fine forearms, they are not my forearms. Awesome. Charlie, that is all I had for you today, man. Thanks. طبعا شارلي كوكس اتكلم برضه بنفس الطريقه اللي اندرو جارفيلد وويليام ديفو طلعوا اتكلموا فيها في الانترفيو، لما ويليام ديفو طلع قال ان هو شغال على مشروع كبير مش هيقدر يقول اسمه او تفاصيل عنه، ولما اندرو جارفيلد حلف ان هو مش في سبايدر مان نو هوم، وفي الاخر اتاكد ان هو موجود في سبايدر مان نو هوم، وزي برضه المساعده اللي كانت موجوده في المسلسل بتاع دير ديفل اللي هي كارين بيج لما طلعت واتكلمت وقالت ان هي دي ما كانتش مع كريستن دانس، وفي الاخر اتاكد ان هي اللي كانت مع كريستن دانس. فنستخلص من الكلام ده كله انه ممكن يكون الشخص ده هو كان شارلي كوكس. بس كده يكون الفيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش. وبيس.